السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصرية شتات الشتات. يا باروج دي دانتو أيامكم سودة. الكلام موجه للبهوات الكبار أو اللي زعموا نفسهم أو تصوروا نفسهم أنهم سيظلوا كبارا. ما انتهزوش الفرصة، ما أحسنوش استغلال الفرصة. لما البيج وبايدن الرئيس الامريكي جه للبيت الابيض مباشره، اول تصريح قالوا مباشره بالحرف الواحد: لن نتعامل مع السعوديه باعتبار ان هي دوله منبوذه، ولن نتعامل ايضا مع مصر باعتبار ان هناك انتهاكات لحقوق الانسان. رفض ان هو يتعامل مع السعوديه، رفض ان هو يتعامل مع مصر، رفض ان هو يتعامل بشكل محترم وجيد مع السعوديه. جه محمد بن سلمان ثم وجه المدافع بتاعته للولايات المتحدة الأمريكية. محمد بن سلمان هو ولي العهد السعودي اللي بيمثل التوجه السعودي الجديد، الفكر، المنطق، القوة، الإرادة، البحث عن المصالح السعودية، البحث عن أوراق الضغط اللي ممكن يتم إلقائها فوق ترابيزة اللعب. نجح في ان هو يوصل الرسائل بتاعته عبر مدافع اعلامية سريعة الطلقات. عم جو بايدن حان الوقت ان كل واحد يدور على مصلحته. اوراق الضغط التي تملكها السعودية حان الوقت ان يتم استثمارها، وهو ده اللي حصل حضراتكم في اعقاب ازمة روسيا واوكرانيا، لما السعودية رفضت ان هي تتجاوب او تخلي جو بايدن يتواصل معاها، وقفلوا سماعة التليفون في مواجهة وفي وش جو بايدن، وبدأت العلاقات تتوتر. النهاردة كل وسائل الإعلام الدولية كشفت الستار عن أن هناك لقاء مرتقب ما بين محمد بن سلمان وما بين جو بايدن. أخ، وانت مش كنت بتقول على السعودية ان هي دولة منبوذة؟ وانت مش كنت بتقول على محمد بن سلمان ده صفته ونعته وده ابن 60 في 90؟ وانت مش كنت بتتعامل مع عجرفة مع العديد من دول المنطقة؟ النتيجة حضراتكم زي ما حضراتكم كده شايفين، تحولات جديدة في المنطقة العربية، وامريكا تستسلم للسعودية. حضرتك كده بالظبط. بعض الناس هتقول ايه؟ كأن امريكا هتستسلم للسعودية؟ زي ما احنا كنا بنفسر وبنكشف الستارة عن التصريحات بتاعت محمد بن سلمان في السابق، ثم قلنا ان المملكة العربية السعودية قفلت الخط في وش جو بايدن. بعض الناس ما كانتش مصدقة لحد ما شافوا الواقع، يعني كل تحليلاتنا في حينها مظبوطة تماما. قلنا ان محمد بن سلمان قال لامريكا: اخبط دماغك في اقرب حيطة، طريقنا هنشقه مع نفسينا، في قواعد، في كذا. الله، سبحان الله، ما كانت في أزمة ما بين مصر وأثيوبيا في عز ما كانت أزمة سد النهضة مشتعلة إلى درجة أن مصر لم تسحب السفير بتاعها الموجود في قلب دولة أثيوبيا. هو يكون أن بين وبين دولة أثيوبيا هناك اتفاقيات تجارية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الدبلوماسي، ورغم ذلك كنا مقطعين فروة بعضينا. يعني هل معنى ان انا في علاقة بيني وبينك يبقى العلاقة متفلة وعشرة؟ هل معنى انك انت ليك مصالح على ارض مصر وانا ليا مصالح على الارض بتاعتك يبقى معنى ذلك ان احنا حبايب ومتفلة وعشرة في اتفاقيات وانا ملتزم بيها زي عمليات التطبيع؟ مصر متفقة باللي بتاع بالاتفاقيات بتاعت كامب ديفيد واللازم منه والكلام ده كله، بس هل معنى ذلك ان في تطبيع مثلا ولا حاجة، او ان الشعب المصري وافق على التطبيع او الكلام ده كله مجرد اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية ليس الا بحيث ان تم ابرام هذه الاتفاقيات في مراحل سابقة ولا تملك اي دولة من التنصل منها، وبالتالي السعودية في اتفاقيات ايا كانت الاتفاقيات ديت، لكن السعودية احسنت استغلال المسألة بالنسبة لها. النتيجة ان الولايات المتحدة الامريكية بعد ما اغلقت الخطوط في مرحلة سابقة بينها وبين السعودية وبدأت تشن ضدها حملة هجومية شرسة، وبعد ما كانت بتشن حملة هجومية شرسة ضد مصر، ايه اللي حصل حضراتكم؟ تعالوا شوفوا محطة السي ان ان الامريكية قايلة ايه النهاردة. مصادر للسي ان ان: تحول في علاقة السعودية وامريكا بلقاء متوقع بين بايدن ومحمد بن سلمان. من المرجح أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمرة الأولى خلال الشهر الجاي،
حسبما ذكرت مصادر عدة للسي ان ان. هيجي الاجتماع ده بعد أشهر من العلاقات الدبلوماسية الفترة ما بين البلدين، واللقاء ده هيمثل تحول في موقف الرئيس الأمريكي واللي وصف السعودية قبل كده بأن هي دولة منبوذة وبلا قيم اجتماعية. ثم طبعا حاليا بيجرى الترتيب للقاء على افضل ما يكون. ثم ذكرت محطة السي ان ان وقالت ان السعودية بتقود حاليا مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فان اي لقاء بين بايدن ومحمد بن سلمان قد يتصادف مع اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في الرياض. ثم بعد ذلك بدأت طبعا محطة السي ان ان تحلل وترصد وتحاول تستنتج. هو ده اللي حصل يا سادة، ومن ثم احنا نعتبر ان اللقاء ده بمثابة انتصار لتوجهات المملكة العربية السعودية الجديدة. هذا اللقاء يعتبر نجاح وانتصار وتسليم من الطرف الامريكي واستسلام من امريكا لكل تحركات السعودية. لما حضراتكم السعودية ترفض ان هي تتجاوب مع اي مقترح بشكل غير عادي، وفي ذات الوقت ترفض السعودية التجاوب مع مكالمات جو بايدن، وقبل كده كان جو بايدن مولع الدنيا وجاي بطريقة متعجرفة، فتوصل للمسائل الى درجة ان جو بايدن يطلب مقابلة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي اللي صرح تصريحات خطيرة جدا ضد جو بايدن وقال بالحرف الواحد اذا كان هو معاه اوراق ضغط فنحن معنا ايضا اوراق ضغط، وان اذا ما كانش مقتنع بالطريق الجديد اللي بتشق السعودية هو حر يروح يفكر مع نفسه، وزي ما هو عنده اوراق ضغط نحن ايضا معنا اوراق ضغط. يعني محمد بن سلمان كان بيهدد جو بايدن. أو تتخيلوا حضراتكم أن التفكير والتوجهات والأفكار والتصريحات بتاعت محمد بن سلمان جاية هباء، دي جاية بناء على توجهات بتقودها السعودية مش على مسارها الداخلي إنما على مسار المنطقة العربية أيضا. يحدث ذلك في نفس الوقت اللي مصر بتقود فيه تحركات لرأب التصدعات اللي موجودة في المنطقة، يحدث ذلك في نفس الوقت اللي الملك عبد الله الثاني ملك الأردن صرح بالأمس لوسائل إعلام أمريكية وقال بالحرف الواحد إن هناك تحركات عربية لاحتواء كل الأزمات والمشاكل اللي بتعاني منها المنطقة دون اللجوء للولايات المتحدة الأمريكية. عرفتوا إن ده بمثابة انتصار غير عادي للسعودية، مش السعودية فقط، للمنطقة العربية، لأن تحركات السعودية هي جزء من التحركات العربية كاملة. يومكم كله انتصارات.